إنه لا يرى، كالصناديق المغلقة مفاتيحها الكلام. لذا سأحاوره ليتكلم حتى أراه. أنا عبد الرحمن الدين. في صناديق العمر ننطلق أولاً في صندوق أول العمر حتى نحاول نتعرف على نشأة وبداية الضيف اللي يكون أمامي، وأنا اليوم سعيد بوجود هشام الغانم في صناديق العمر. أهلاً وسهلاً فيك معي في صناديق العمر. يا هلا ويا مرحبا، وأنا أسعد اليوم أن أكون معك وفي معية مشاهدينك. برج الميزان مهذب وحريص على التوازن في جميع الأطراف. 100% معلومة سليمة، خصوصا فيما يخص أنها شخصية عادلة، أو على الأقل تحاول أنها تكون. قل لي كيف كانت طفولتك؟ أقول لك من أنت. طفولتي مستقرة جدا كأي طفل بين أسرة محبة، لكن كنت بعض الأوقات أو بعض الأحيان كنت شوي صعب السيطرة عليه، فمريت في حوادث. منها مشاغب ولا عصبي؟ لا ابدا، مو مشاغب، لكن عنيد يمكن شويه في بعض الاحيان، ودفعت ثمن عنادي. دفعت ثمن غالي صراحه عن طريق مثلا صار لي حادث، ما زلت ادفع ثمن لغايه اليوم. حادث سيكل يعني، وكنت صغير وقتها، ما المفروض ان اكون اقود مثل هالنوعيه من الدراجات الناريه. وبالعنت يعني، لأن هذا الحادث انهى زمن الشقاوه. والله إذا راح أكون صريح معك، لا بالعكس، يمكن كانت توها بداياتها. استمرت الشقاوة. استمرت. الولد سر أبيه جدا جدا، أعتقد أن نعم أولادي يمكن فضحوا بعض أسراري. أنا أتكلم اليوم عن صندوق أول العمر. إحنا في بداية العمر، وأنا أتكلم عن والد هشام الغانم. أعتقد أتمنى أكثر من اعتقاد، أتمنى أن أكون أخذت شيء من والدي. والدي شخصية لا أستطيع أن أوصفها في ثواني معدودة. الأجواء في البيت كانت مع الأخوة كان فيها صرامة؟ كان محب، كان فيها صرامة بشدة، كان أبوي شخصيته قوية جدا في البيت، لكن كان محب، محب جدا، كان حنون في نفس الوقت اللي كان فيه شديد، وكان لابد أن يكون بهذا الشيء. أخذت منه الحزم في اتخاذ القرارات وعدم التردد، هذه أهم ميزة يمكن أخذتها من والدي. والدي قد يكون من أكثر الناس اللي يعني الحياة الاجتماعية عنده الدرجة الأولى، عند الأسرة الدرجة الأولى، لكن كان وقت الجد لما كان يأخذ قرارات لا يتردد، لا يتردد حتى لو يعتقد بأن سيدفع ثمن غالي فيها. فهذا صح. الشغف بالأفلام بدأ بالصدفة؟ اعتقد ان شوف، انا من قبل اعرف حتى يعني الكارير اللي وصلت له اليوم، لكن كنت احب السينما، كنت احب حتى جو الخروج الى السينما، احب الفيديو حتى، احب كان ايامها على ايام كان البيتا ماكس، وكان قبل الفي اتش اس حتى، وكل ما الحين اذكر الفيلم اللي كنا نشغله بعد الغداء في البيت اول ما وصل البيتا ماكس الى بيوت الكويتيين، وكان عندنا فيلم واحد مصري كان ينحط شبه يومي. فاعتقد ان الجمع اللي كانت تحصل كل يوم أثرت فيني لدرجة أو إن أول فيلم رحت له في السينما أذكر وأول سينما أذكر جدا لهذا، لكن ما أذكر الاسم للأسف. هو الحسين فهمي، كان في حوالي الصيفي، أذكرها عدل هذه، ولغاية اليوم أبي أذكر اسم الفيلم ماني قادر، لأنه كان مع الحسين فهمي، كان شيء بالفضاء، كان جاي من الفضاء أو شيء، كان غريب الفيلم من السبعينات. لكن أذكر جدا، أذكر حتى قعدتي في السينما ذاك، ولا تسألني ليش، ما أدري ليش، ما أدري، يمكن كنت مع أخواني الكبار، كنت رايح وياهم، يمكن الجو الوضع كان جديد علي، لأن هذه أول وآخر مرة دخلت فيها حوالي الصيف. حوالي الصيفي. نعم. هشام الغانم داخل أسوار المدرسة. كنت ملتزم، ما كنت من المتفوقين بمعنى التفوق، ولم أكن من يعني الراسبين ولا من المتأخرين، كنت دائما أكون بالعشر الأوائل، كنت دائما بين الثامن والتاسع والعاشر.
طول مسيرتي في الـ في الـ في المدرسه اعتقد لم اكن من الطلبه الصعبين. كنت تروح المدرسه وانت سعيد ولا شايل هم على ظهرك؟ ابدا ما اذكر اني كنت مهموم لما اروح المدرسه، ابدا ما اذكر الحقبه هذه. بالعكس كنت اروح اذكر حتى وقتها ما كان مثل الحين شوي يعني رفاهيه اكثر في سواق وكذا، كنا نروح مشي يعني على بعد كيلو ونص كيلو وين تقريبا المدرسه بعد عن بيتنا. كنت اروح ما أذكر أنه كان في كآبة في الموضوع، بالعكس. من المدرسة انتقلت إلى الجامعة، كنت حر باختيار تخصصك؟ نعم، منتهى الحرية، بس مريت فترات يعني أو حوادث في إلى أن وصلت إلى تخصصي، لكن معوقات أو صعوبات؟ لا مو معوقات، أحداث صارت قبل أتخصص العلوم السياسية والإدارة العامة. وبعدين مثل ما تعرف انا يعني قبل او بعد ما دخلت الجامعه كنت اول شيء درست في الاردن، بعدين صار الغزو على الكويت فرجعت مره ثانيه، بديت من اول باليد جديد الى جامعه الكويت. شنو فادك تخصص العلوم السياسيه؟ شنو صقل فيك؟ انا العلوم السياسيه كنت اميل من يعني من ريعان شبابي من الثانوية، كنت جدا مهتم، أحب أن أسمع الأخبار، واحد بسن صغير يسمع الأخبار، بس أحب أسمع الأخبار حتى لو ما كنت أعيها ولا أفهمها، لكن أقرأ الجريدة، أقرأ أسماء ما أدي من هذولا، أسمع مصطلحات غريبة علي. أنا ظليت فترة كبيرة أبي أفهم معنى الحرب الباردة. متى تشكل عندك وعي ورأي سياسي؟ أعتقد بعد التخرج، أثناء الجامعة كنت في دوامة. على فكرة هذه من أكبر الشغلات اللي قد صقلت يعني التفكير السياسي أو توجهي إذا كان عندك مواطن عادي بسيط، لكن بعد الجامعة، لأن بالجامعة هي كلها تجارب، يوم تجرب باليمين يوم تجرب باليسار ومرة بالوسط وبالأخير تكتشف أن وين أنت تفكيرك يوصلك يعني إلى أو أي قناعة توصل لها بس بعد الجامعة. من تمناك سفير؟ أول من تمناني سفير طبعا والدتي وزوجتي أذكرهم. وانت ايش تمنيت؟ تمنيت نفس الشيء. تمنيت تكون سفير؟ نعم. علش ما حققت هذه الأمنية؟ كنت على الطريق أني أحقق الأمنية وما كانت صعبة، وكان في يعني الخطوات اللي تؤدي أن أكون سفير، لكن حصل أن الحياة ما تكون دائما كما ترسمها، يحصل ظروف أنك طريقة التفكير تختلف، فيكون عندك خيارين فتختار واحد منهم، تعتقد أن هذا الخيار اللي أنت اخترته هو الأفضل لمستقبلك، والأفضل لأمور كثيرة، مو شرط فقط أنك تكون يعني مرتاح في حياتك العملية، بالعكس ممكن تكون حياتك الاجتماعية المادية العملية أيضا. أنا فترة الفترات كنت يعني أحسب نفسي أن من الموظفين الجيدين، كنت في وزارة الخارجية وكنت في يعني في بوست ممتاز، في كنت الوفد الدائم لدولة الكويت في نيويورك، وكنت من الموظفين الجيدين يعني، بس لكن خد قرار بأن احنا رايحين في صندوق منتصف العمر حق تفاصيل هذا الموضوع، لكن في إطار تفكير صندوق أول العمر، صديقك هو؟ صديقي هو اللي كان يعني صعب راح أقولها، لكن هو الشخص اللي كان يعرف كيف يقنعني أني أهدأ. كنت ثائر من داخلي. ثائر على شنو؟ على النظام اللي أنا فيه طبعا، يعني السيستم اللي أنا فيه اللي هو الدراسة، الخروج بالوقت الفلاني، الطريقة هذه. فكان أذكر يعني من أصدقاء ذاك الوقت كان يعرف متى أنه خلنا ندرس وبعدين نطلع، خلنا نتكلم في الموضوع بعدين ننتقل إلى الآخر. فكان صديقي اللي مثلا له حظوة علي أو له أثر علي أو له كلمة علي هو اللي يقدر أن يستوعبني بذاك الوقت، والحمد لله أنا كانوا كلهم ناس الحمد لله عاقلين وكلهم ناس محترمين، ولا الله أعلم كان شنو كان ممكن لو كان واحد فرد ثاني كان عارف هالنقطة الضعف اللي فيني وسيطر. الشيخ السكنية ماذا تخرج؟ تخرج قامات. الشيخ السكنية كانت ولا زالت تخرج قامات. الشيخ السكنية يعني إذا كان في شيء، طبعا شهادتي مجروحة 100%، لكن إذا كان في شيء أذكرها لها اجتماعيا قوية جدا، سيداتها قبل رجالها، اليد اللي تعطي وتنظر مقابل، اليوم تمشى في شويخ باء، نحن نسميها شويخ باء وشويخ جيم، تمشى وشوف الحدائق العامة من سواها،
مو الهيئة العامة للثروة السمكية والزراعة، ما هي بلدية الكويت، لا سووها الأهالي أهل الشيخ الأفاضل هم اللي سووها. طبعا هذا يعني شيء نفخر فيه طبعًا. أن أهلنا هم اللي بادروا أن يسووهم غير مقابل فقط لحب الطبيعة وحب البيئة وحب الأهل المنطقة. أنا بسألك عن ثلاث كلمات بختم فيها صندوقك الأول، صندوق أول العمر، وفي كل صندوق راح أرجع أسألك عن نفس الكلمات، بنشوف شنو تغير فيها، سواء تفكيرك، ممكن يكون موقعها في حياتك وغيرها من التفاصيل. وخلني أبتدي مع الحب. الحب يعني ما حالي حال كل شاب بمقتبل العمر، باليوم يحب له ثنتين ثلاث، هذا يعني أكون صريح معك، لكن طيب. وقعت في الحب لدرجة أنه يعني متيم وأن سهر الليل والكلام هذا ما كان بالمعنى لهذا، لكن نعم. السينما كان هو الحب اللي ما كنت أدري عنه، اللي اكتشفته متأخر. بس في صندوق أول العمر في أبداً في مشاعر بينكم؟ أبداً ما تعني لك شيء. بالنسبة السينما بالنسبة لي كانت خروجة، زي ما يقول المصريين، هي خروجة بالنسبة لي. فسحة بالضبط. الإدارة الإدارة فن، الإدارة هي كل محور حياتي من أيام الدراسة، في أول العمر، من أيام الدراسة إلى اليوم. الإدارة هي كانت تعليل كل شيء، تفكيري الآني، تفكيري المستمر هو الإدارة، سواء على مستوى البيت كيف أدير بيتي وطريقة إدارة أولادي أو غيره، أو عملي. أنا بقول أن من أول صندوق أول العمر اكتشفت بأن إيقاع الحلقة سيكون إيقاع سينمائي أشبه بالأفلام السينمائية. إحنا بنروح نستمتع بفاصل، من بعدها بنرجع في صندوق جديد وعمر جديد مع هشام الغانم. خرجنا من صندوق أول العمر، وأنا الآن في صندوق منتصف العمر، وأمامي السيد هشام الغانم. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا ومرحبا فيك مرة ثانية. الدبلوماسي مهنة ولا أسلوب حياة؟ قد تكون مزيج بين الاثنين. أنا دائما أقول أن الدبلوماسي أو الدبلوماسية عادة تكون أغلبها تكون ملكة عند الشخص، لأنها تختلف ما بين الدبلوماسي والسياسي. أنا دائما أفرق ما بين الدبلوماسي والسياسي، لكن الدبلوماسية أكيد أسلوب حياة. لا تستطيع أن تكون دبلوماسي في العمل وفي حياتك الشخصية أنت إنسان غير دبلوماسي. الدبلوماسية هو فن التعامل مع الآخرين، فن الحصول على الممكن، لكن الدبلوماسية نعم أسلوب حياة. طيب الخارجية كانت فرصة ولا مكان لا يتسع لطموحاتك؟ بالعكس، الخارجية كانت هي أسمى طموحاتي. صحيح إن ما يعني للأسف إن ما استمريت في أني أنهي مسيرتي فيها مثل ما بديتها، لكن كانت أسمى طموحاتي، واللهم لك الحمد. يمكن أنا يعني بفضل الله وحده أن كنت محظوظ أن أنتسب إلى هذه المؤسسة العريقة، المؤسسة يعني الوطنية الكبيرة، اللي أنا متأكد أن نسبة 90% من المواطنين ما لا يعون ماذا يحدث في أروقة ومرات هذه الوزارة العتيدة، لكن كانت هدف وكانت أسمى غاية بالنسبة لي. هذا الموقف لا أنسى في مرحلة منتصف العمر ضمن وظيفتي في وزارة الخارجية. موقفين، لعل الموقف ساعاتي مدى ساعاتي لما تم اختياري أو نقلي إلى الخدمة، شرف الخدمة في وفد دولة الكويت الدائم في المتحدة في نيويورك. كان أذكر ساعاتي مضبوط أن كان الدنيا مو ساعتني، يعني الأرض مو شايلتني يومها. هذا الموقف. موقف ثاني أيضا عندما كلفني معالي الأستاذ سليمان ماجد الشاهين مشكورا، وهذا المربي الفاضل والأستاذ الأول اللي في وزارة الخارجية، عندما اختارني أن أسافر معاه إلى مهمة عمل إلى موسكو هلسنكي ولندن، كان في بداية تعييني في وزارة الخارجية، وكان كنت أعتقد بأن حمل أمانة وزارة الخارجية كلها على كتفي أنا شخصيا، لأن فقط اختارني لهذه الرحلة أن أكون معاه أو في معيته في الوفد المرافق. كان يومها
يعني كأني حققت كل آمالي في هذه الدنيا، لأن أخيرا يعني سأتوجه إلى العمل خارج الكويت في سياق وفد أمثل دولة الكويت، كأنها بداية أن أكون سفير، بداية الرحلة. زواجك أتى بحسابات الدبلوماسي ولا برومانسية الفنان؟ ابدا. اعتقد انت سالتني اذا من قبل عن في الصندوق الاول عن الحب وغيرها، يمكن الحب الوحيد كان هو زواجي. وانا دائما كنت اقول ان اعرف باذن الله، يعني ان شاء الله اكون احساسي صادق، ان اعرف ان الله راضي عني ان انا اخذت ام فهد. هذا اذا بحسبها بيني وبين نفسي اقول ان اللهم لك الحمد على نعمة فهد. الله يحفظها ويخليها لك. اقترابك من المطبخ العالمي لصناعة السياسة أفادك فيه؟ أفادني في أن أشوف الأمور على حقيقتها، حقيقتها المرة. ناس لها تسمع الأخبار في أقل من 30 ثانية شو اللي حصل في جلسة مجلس الأمن أو في الجمعية العامة المتحدة، وتسمع الموجز، لكن ما يحدث هناك هو المطبخ الأساسي الرئيسي الحقيقي المر بالأروقة. ما يحدث لما تكون أنت في مثلا مؤتمر نزع السلاح ويستمر هذا المؤتمر، المفروض أن يكون لمدة 12 ساعة ويستمر إلى مدة يومين، ويقول الرئيس رئيس الجلسة مثلا توقفت ساعة الرئاسة، هذا مصطلح عمرنا ما سمعناه، بمعنى أن الآن لا يحسب الوقت ما بعد هذه الساعة. ليش؟ لأن لم يتوصل الوفود إلى قرار موحد. فتشوف كيف هالوفود أو هالبلدان توصل إلى قرار، وتشوف التنازلات وتشوف الضغط، فتشوف الحقيقة، الحقيقة الواقعية بعيدة عن أي رتوش وميكاب ومكياج وتزيين. تشوفها بالضبط، تشوف القوي كيف يفترس الضعيف، تشوف الغني كيف يفترس الفقير، تشوف هذه جدان. فهذه كانت بالنسبة لي كانت أول ما بستخدم كلمة صدمة، لكن أول حقيقة أواجهها كانت. إيش سويت في الأمم المتحدة؟ أنا كنت مسؤول عن ملف نزع السلاح العراقي في مجلس الأمن وقتها، أنا مع زملائي طبعا مو أنا لوحدي، بتكليف من وقتها كان الآن معالي الأستاذ محمد بوالحسن، كان هو سفيرنا وقتها، تكلفت أنا مع زملائي، بس كنت نزع السلاح العراقي وكان في مجلس الأمن. هذا كان ملفي. كنت ملف الآخر السياسي اللي هو اللجنة الأولى نزع السلاح في الأمم المتحدة تابعها، بالإضافة إلى ملف التشريفات كلفني في الأستاذ محمد بوالحسن. فكان وقتها في وقت اللي أنا كنت موجود فيه كانت في قضيتنا ما زالت ساخنة، على قضية الأسرة وقضية نزع السلاح العراقي بوجود صدام حسين ذيك الأيام. فكان من دوري أنا وزملائي اللي معي الله يذكرهم بالخير جميعا، ما أبي أذكرهم عشان لا أضيع وقت البرنامج ولا أني أنسى واحد فيهم، كان دورنا أن نتابع بدقة. وكنا يعني لا تستغرب إن قلنا أن كان وفد دولة الكويت أحد الوفود القوية في المتابعة، كان والمؤثرة مؤثرة جدا، وكان يرجع لنا حتى في معرفة الأخبار ومعرفة بواطن الأمور من أشقائنا أو زملائنا بالوفود الأخرى، من كثر ما إحنا متابعين، من كثر ما إحنا دقيقين في متابعة كل المعلومات اللي تخص هذا الشأن. الحياة في أمريكا علمتك؟ الاستقلالية علمتني أن يعني النظام الحياة هناك، كل ما اللي درس في أمريكا واللي عاش في أمريكا عارف هذا الكلام. إحنا لا ننقص عنهم شيء إلا في احترام القانون. النظام حتى بينه وبين نفسه هو تتخلى عن عمل دبلوماسي مرموق، مغامرة، انتحار، توقعات، ماذا؟ أقرب إلى المغامرة كانت بالنسبة لي أنا تحديدا، لأن كنت أنا أعيش حلمي، كنت أعيش ما تمنيته طول عمري أني أوصل إلى وزارة الخارجية، لا، وأني أوصل إلى الأمم المتحدة وأخدم في نيويورك كان أقصى أمنياتي. القرار كان سهل عليك؟ لا أبداً 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 أبداً، القرار أخذ مني 8 شهور، وقبلها كان في سنة كان محاولة كمان. لكن من ساندك في هالقرار؟ زوجتي ساندتني بشدة. يعني أول ما شرحت لها الوضع وأول ما قلت لها القرار قبل لا تسمع الشرح حتى، أنا معك في اللي تشوفه. أنت دائماً بداخلك رغبة متحركة ثائرة، فش اللي وقفها؟ وجودي في اليوم في وظيفتي الحالية أعتقد أن أسهمت في أني أستقر
عمليا. ليش؟ لان ما فيها روتين، انا ما احب الروتين، انا شخص لم يعتاد على الروتين، وعملي الحالي ميال الى ان كل يوم في شيء جديد. صدفه انت غياب احد زملائك كان سبب انتقالك الى شركه السينما؟ صحيح، هو كان في اجازه، وكان يعني كنا شركه سينما كان في 2004 تونا كنا كاداره جديده جايين عليها كمجموعه، مجموعه تمدين. والاخ عبد الله المرزوق رئيس مجلس ما زال حاليا هو رئيسنا ايضا، كان منتقل الى شركه سينما تونا، يعني في كان في 5 ابريل هو انتقل الى ان يستلم الشركه. فكان واحد من زملائي الله يذكره بالخير كان صلاح البحر، جزاه الله خير، كان في اجازه والحمد لله، شكرا يا صلاح انك انت في اجازه. انك كنت في اجازه. فطلب مني ان انا مده اسبوعين على ما يرجع الاخ صلاح ان امسك مع ابو مرزوق ان شركه جديده، ان انا اساعده في الامور الاداريه ضغط والقانونيه البسيطه يعني لهذا، وان ارجع مره ثانيه الى التمدين، يعني كنت بالماركتنج. الشركه الام. احنا في صندوق باقي العمر مكملين سوالفنا عن المنصب الحالي وتفاصيل كثيره، لكن بختم صندوق منتصف العمر مع الكلمات الثلاثه اللي سالتك عنها في الصندوق الاول، وراح نبدا مع الحب. شنو صار الحب بالنسبه لك في منتصف العمر؟ كم؟ الحب شنو صار بالنسبه لك في منتصف العمر؟ هو كان الاستقرار، هو كان الدافع في منتصف العمر، هو كان الدافع وكان الاستقرار. السينما هو الكارير، هو المستقبل. الاداره هي فن حياتي. احنا في فيلم سينمائي حاليا، ايقاع سريع وممتع، وحياتك جميله مخلي هذا الايقاع يكون ممتع وجميل. احنا بنروح حق فاصل، بنقول في صندوق جديد وعمر جديد مع هشام الغانم بعد الفاصل. اشكرك بس حوارك اللي اثرى. شكرا. بدأت أقفز بين الصناديق، تركنا صندوق أول العمر اللي فيه تكلمنا عن بداية الحياة والنشأة، انتقلنا إلى صندوق منتصف العمر واللي عادة يكون مليء بالطموحات والنجاحات، والآن احنا في صندوق باقي العمر حتى نحاول نقارن بين بقية الصناديق ونشوف شنو تغير. أنا اليوم أمامي نائب رئيس مجلس إدارة شركة السينما الكويتية سينسكيب السيد هشام الغانم أبو فهد، يا أهلا ومرحبا فيك معي. يا أهلا ومرحبا فيك، يا أهلا وسهلا بمشاهدي الكرام. فاز باللذات كل بصراحة. من كل مغامر، وفاز باللذات كل أسد جسور. لم تندم على تغيير مسارك أبداً. المهني أبدا، بالعكس أعتقد أن يعني أكافئ نفسي يعني ليل نهار على هذا القرار. اللهم بعد 15 سنة في سينسكيب، ما هي بصمة هشام الغانم؟ من الإجحاف أن أقول أن بصمة هشام غانم هي بصمتي وزملائي. أنا كنت العضو الأصغر فيهم أو العضو الأقل فيهم إذا كان يحسب إنجازات في هذا السياق، هم من لهم الفضل في نجاحات هشام غانم وليس العكس. لكن أعتقد بأن إذا كان لي بصمة فهو فقط في أني أدعم مع زملائي، وطبعا بداية من سيد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء مجلس الإدارة اللي هم يعني كتبوا لنا الرؤية اللي احنا نطبقها اليوم، وزملائي في الهيئة التنفيذية كلهم ما غير ذكر اسماء يعني بمناصبهم من أكبر واحد أصغر واحد، في أن يكون لنا يعني طريق أو مسلك في أن ندعم الحركة السينمائية الكويتية عن طريق شبابنا السينمائيين أو غيرها، كان هذه أهم خطوة احنا فخورين فيها، بالإضافة إلى طبعاً أدائنا الاجتماعي أو نشاطنا الاجتماعي، هذه أمور نفخة فيها جداً وحتى لو ما كنا نتكلم فيها. المهرجانات وسوق الأفلام أكبر جامعة؟ جداً جداً جداً، أحط شيء خط تحتها خصوصاً في مجالنا. طبعاً الناس قد يترعى إلى ذهنها أن أول ما يفكر في شركة سينما هو العرض السينمائي، لكن العرض السينمائي هو أبسط عملية تصل لها صناعة السينما، لكن هو شراء الأفلام أو إنتاج وتوزيع وشراء الأفلام هو يعني بروسس كبير، ويعني عملية معقدة فيها يعني مفاوضات وفيها أسعار وفيها مسؤولية وفيها مخاطرة.
انك انت تكون شركه تثق فيك وان تحط ثقتها فيك في انك انت تحاول انك تجيب منتج في افضل الاسعار وفي اقل المخاطر. هذا الهاجز اليومي هذا اللي يعرقني ويعرق زملائي اللي معاي في الفريق كلنا يعني. ف الموضوع ما هو سهل مثل ما الناس توقع، واعتقد انه هو موضوع التوزيع موضوع معقد موضوع صعب لانه متغير الظروف يوميا بساعات يتغير الشخوص تتغير. اليوم انت متعود انك انت تنافس فلان فجاه بدون اي سبب انتهى ما هو موجود في السوق ياك واحد ثاني على ما تدرس خطواته تشوف طريقته. لكن اللي كان ينجحنا دائما وانا ارجوك انك تسمعها مني هذه اعتقد راح يمكن اللي بعد فضل الله في هذا الموضوع هو احنا ان شركه سلمة وبكل شركاتها الزميله في مبدا تمشي عليه. المبدا هذا لا يتغير لا ينكسر لا يلين. هذا خلانا نكون دائما سباقين نكون في المرتبه الاولى سواء في العرض السينمائي سواء في التوزيع سواء حتى عندما حاولنا ندخل في الانتاج. الا وهو المبدا انك تكون انت صاحب مبدا صحيح. انت تكون صاحب مبدا صاحب مبدا صحيح مو اي مبدا. شركه السينما عمرها 65 سنه ولم تسعى لاقامه مهرجان سينمائي. لم تسعى غير صحيح، هي سعت وبقوه وبشده وشاركنا. لكن انا شخصيا كهشام كان عندي وجهه نظر ان اعتقد ان لم نبدا من اينما انتهى الاخرون فلا داعي لان نبدا. بمعنى اليوم تبي انت مني ان اسوي مهرجان سينما. مهرجان سينما ليس من مسؤوليه شركه قطاع خاص، احنا شركه قطاع خاص مو ملك الدوله. فشركه القطاع الخاص ليس بامكانها ان توفر التراخيص والتسهيلات للضيوف والمشاركين. اثنين، الدولة يجب أن تتبنى هذا، وحاولت الدولة في أكثر من مناسبة، وأنا كنت عضو لجنة لما كان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كان حاول أن يسوي مهرجان. وصلت إلى قناعة إلى أن من مصلحة الكويت أن لا يقام مثل هذا المهرجان، مصلحة وسمعة الكويت أن لا يقام. لهذه الأسباب أنا استقلت من لجنتين كان فيها لأن غير مقتنع. ليش؟ اليوم تبي تسوي مهرجان أنت تحتاج الرقابة أن تكون يعني متساهل. ما عندنا احنا رقابة متساهلة. مثلا في خلينا نمسك ما بياخذ دول بعيدة، دبي، الدوحة، ابو ظبي قبل ان يعني ينتهي او يتوقف، ودبي قبل ان يتوقف ايضا، عمان، حتى اعتقد الان في مهرجان في السعودية مؤخرا كان الرقابة بوز تجمد. لما تأتي عند المهرجان يتم الاختيار بشكل يعني حرفي وجيد. لكن اليوم تبين أنا بالكويت أسوي لك مهرجان، وين في مخرج يقبل أن يستقطع من مشهد من فيلمة عشان يشارك في مهرجان؟ ما في. اثنين، الميزانية أنت تحتاج ميزانية الدول، يعني تحتاج أنت مبالغ بالملايين، ضيافة وتذاكر وتنقلات وبالإضافة للجوائز. اليوم شركة سينما ليست مسؤوليتها. والنجوم ايضا احضار النجوم وغيرها، هذه هي عمليه على فكره في بعض الدول شركات قطاع خاص تدير هذه المهرجانات وتختلف من سنه الى اخرى على حسب نجاحاتها. بالكويت عشان نسوي مهرجان يجب ان يكون عندنا هدف. طيب. اما الدوله السياحيه نريدها ان تكون سياحيه او ان تكون عندنا صناعه سينما. الاجتهادات الفرديه لن تصنع سينما كويتيه، اذا ماذا يصنعها؟ لا، الاجتهادات الفرديه هي اساسا اللي مخليتنا الان ننتج افلام. خلال ال 15 سنه اللي انا تشرفت في الخدمه فيها في شركه السينما، بال 15 سنه هذه كل الافلام اللي جت كلها باجتهادات فرديه من الفها الى ياها. ولولا هؤلاء السينمائيين الافاضل اللي هم يعني غامروا في يعني في وضع الميزانيات. هذه الاجتهادات قادره على صناعه سينما؟ لا أو لا لا غير قادرة أبدا. أنا أقول لك إياها بكل ثقة لأن إحنا الآن في مرحلة النتيجة وليس مرحلة التجربة. الآن النتيجة هي بعد ما شفنا كم من الأفلام نزل وشفنا نتائجها. المشكلة أن المشاهد أيضا في الكويت ولبسبب عدم يعني أخذ الموضوع بجدية من بعض المنتجين أثر على ثقة المشاهد في الفيلم الكويتي. نحن نحتاج إلى نفضة يجب أن ترعاها الحكومة في أن السينما في الكويت ترجع أو مو ترجع أن تكون لها قيمة الناس تسعى إلى أن تروح لها. ما حصل في مصر مثلا تحديدا، لأن في مصر مثلا في عندهم غرفة صناعة السينما المصرية، تخيل
غرفة صناعة، عضو اتحاد الصناعات المصرية. هذا يرعى كل مصالح السينما ويضع لها القوانين ويصونها و و و. بالكويت هل نريد أن يكون عندنا سينما؟ طيب إذا كنا نريد، نريد أيضا أن تكون عندنا جهة حكومية ترعى هذا الشيء بالمنظور السينمائي، مو منظور الحكومي الرقابي فقط. ولا نريد أن أيضا أن تكون عندنا سينما فاضحة أو خارج عن عادات التقاليد، لأن نحن لا نتحدث عن هذا، بالعكس نحن نحترم عاداتنا وتقاليدنا وديننا وإلى أقصى حد، ولا يعني أتحدث إلى أن نحن أطالب بأن رفع الرقابة، لا لا لا، من قال هالكلام؟ في ناس وايد تعرضني. احنا رايحين للرقابة بعد شوي، بس عندي أتكلم سؤال عن بس فقط المهرجان. عندي سؤال مهم، مع الرقابة أو ضدها؟ أنا مع الرقابة بحدود. أبرز ملاحظاتك عليها؟ إن في بعض المشاهد أو بعض العبارات أو بعض لا يجب أن تزال، شيلها يعتمد على بعض المرات على مزاجية الرقيب، لكن لو تناقشه ممكن تقنعه. طيب ما كان باب أول من أول شيء مثلا؟ اثنين، كثير بالقانون يعني قانون وزارة الإعلام اللي نزل أو اللائحة كان فيها كثير مواد مطاطة. المشاهدين اللي يحضرون أو الجمهور اللي يحضر لأفلامكم دائما يعتقدون أن أن اللي يقوم بتخصيص الأفلام هي شركة سينما. هذه التهمة المستمرة حتى مع وجود الآن غيرنا في السوق، يعني لاعبين غيرنا في السوق بشركات أخرى أهم من هالتهمة عندنا. طيب ليش ما نفس النسخة؟ لا أزيدك بالشعر بيت، بل إن زاد الموضوع أكثر من كذا، إن يقال إن مثلا طيب الشركة الفلانية. خلينا نشرح الآلية للي قاعدين يسمعونا الآن أو يشوفونا. الفكرة إن الفيلم يتم استيراده من قبلكم؟ لا طبعا، الآن الوضع الراهن، الوضع الراهن أغلب 90 أو 95 أو 98% من الأفلام الموردين يبونها عندنا كشركة سينما بحكم تاريخنا وحكم يعني علاقتنا وكذا. يبون الفيلم، خلينا نفرض انه فيلم استديو عالمي. أوكي. لان في فرق يعني بين الفهم. اذا فيلم استديو عالمي، الاستديو يجيب لي من عن طريق وكيله في الشغله الوسط يوصل لي اياه للكويت، انا اخذه ودي حق وزاره الاعلام، انتهى الموضوع. تجهيزه وزاره الاعلام تراقبه، حتى تراقبه وتعطيك اجازه عرضه. فيقولوا لي مثلا شيل المشهد في الدقيقه الفلانيه والثانيه الفلانيه، مشهد كذا مشهد كذا مشهد كذا. من اللي يقوم في عمليه التخصيص؟ احنا نبلغ المورد، صاحب الفيلم او المورد، اي نقول له ترى ان وزاره الاعلام هذه الورقه منهم، تفضل. هو يقص المشاهد ويجيبها لنا. لما يجيب لنا النسخ يجيب مثلا 15 نسخه، نحط ال 15 نسخه قدامنا وننادي زملائنا في الشركات الاخرى، تعال خذوا نسخكم. فما ياخذ مثلا النسخه احنا نعطيه، لا لا، هو يختار واحد من 15 عشان نشيل عن نفسنا العتب اللي يقال الان بعض الاشاعات تقال انه لا لا لا، تروح الشركه الفلانيه ترى مو قاصين فيلم مثل سينسكيب. هالكلام مو صحيح، كلهم مقصوصين. لا ديجيتال. انت تهتم بايراد الفيلم ام بمستواه الفني؟ انا كمسؤول في شركه سينما الكويت الوطنيه، انا قطاع خاص، انا يهمني الايراد، انا يهمني البوكس اوفيس. كهشام الغانم؟ كهشام الغانم لا طبعا، يهمني الكيف وليس الكم. ابي اشوف افلام، يعني انا يؤلمني جدا مثلا لما اشوف فيلم كويتي او حتى غير كويتي، اشوف الفيلم جيد من وجهه نظري على الاقل، واشوفه لم ينجح جماهيريا او لم ينجح من ناحيه الايراد. عرض افلام كويتيه دون المستوى تسببت في عدم ثقه الجمهور؟ نعم، كانت نعم. السبب الرئيسي في عدم ثقة الجمهور؟ نعم صحيح. من السبب الوحيد هو نحن نشارك المسؤولية، نحن نشارك المسؤولية، لكن لنا أسبابنا. الآن لو نفرض جدلا أن نحن ما عرضنا هذه الأفلام، ماذا سنتهم؟ سنتهم بأن نحن لا ندعم الحركة السينمائية الكويتية. أوكي، بس بالمقابل أيضا في اتهام آخر بأن أنتم قاعدين تساهمون في تشويه السينما الكويتية. هو ذو حدين، يا تقبل هذا الاتهام أم تقبل هذا الاتهام. نحن جئنا بشجاعة أن نقبل، لا خلينا نتهم بأن ساهمنا في هذا لكي لا يقال أن نحن لا ندعم الحركة السينمائية. طيب ليش ما تضعون معايير معينة توزع على شركات الإنتاج وعلى القائمين وعلى المخرجين وعلى صناع السينما وتنشر بالصحف حتى يكون في آلية لصناعة الفيلم الكويتي؟ بالأخير أنت يمكن تعرف مثل ما أنا أعرف بأن الرضا والسخط عامل نسبي يختلف من شخص لآخر، هذا واحد. اثنين، أنت لما أنا أقيدك أنا كأني قيد حريتك في الإنتاج وإبداعك الفني، وأنا أربع عن نفسي والشركة أن احنا نتدخل في هذه الأمور. مسألة أن الفيلم زين وشين أرى، زين وشين أرى. أعطيك أنا أقول لك، أتألم في فيلم مثل الكويتي نزل هذا الموسم، فيلم رائع والله، انا شفته قبل الناس ما عرفت اقول لهم ملاحظه، ما عرفت، شفت الايرادات ولا شيء. تشوف الناس ملاحظاتها كلها انتقاد انتقاد انتقاد، بالانتقادات 99% منهم ما شاف الفيلم بس تعود انه ينتقد.
تعود ينتقد اي فيلم كويتي لانه شاف قبل افلام بالضبط. كويتيه دون المستوى حصل. فتوقع ان هذا ايضا اصدمك في معلومه تفضل. اكثر فيلم تتوقع انا معاك تتوقعه وبعد التصوير اقول لك شنو هو اكثر فيلم تتوقعه هو يعني انه هو أسوأ فيلم عندك كويتي هو اكثر ايرادا. شايك شايك في المعلومه تخيل هذه ثقافه مجتمع طبعا احنا نحب نعذب الذات مرات نحب نروح عشان نضحك نصيد اغلاط نشوف في الوضع ومسلي يكون هذا الموضوع بدل لا ناخذ مثلا الفيلم اللي يكون اكشن يكون كوميدي مثلا بالنسبه لنا نروح نشوف وين الاغلاط هالمره شو مسوي صندوق باقي العمر مليء وفي تفاصيل كثيره وفي دهاليز وفي سوالف كثيره احنا بنروح لفاصل بنرجع من بعده نكمل سوالفنا مع الرئيس او نائب رئيس مجلس اداره شركه سينما الوطنيه الكويتيه سينسكيب السيد هشام خان يا هلا والله من جديد في صندوق باقي العمر وأنا اليوم أمامي نائب رئيس مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية سينسكيب السيد هشام الغانم أهلا وسهلا فيك معي من جديد يا هلا ويا مرحبا لطالما عرفنا أن شركة السينما الكويتية الوطنية اللي ساهمت بشكل كبير في عرض وتوزيع الأفلام إلا أن ما عرفنا أو سمعنا أنها تبتدي بالإنتاج ليش ما تنتج؟ صناعة السينما بشكل عام هي فروع وأقسام. شركة السينما الكويتية الوطنية الشركة الأم هي شركة متخصصة في العرض السينمائي ليست متخصصة في الإنتاج حتى في التوزيع كانت عن طريق شركاتها الزميلة مثلا الشركة العالمية لتوزيع الأفلام هي من تقوم بذلك وأيضا الشركة العالمية لتوزيع الأفلام في لها شركات أيضا زميلة أخرى لكن شركة السينما الكويتية الوطنية هي شركة عرض سينمائي فقط وذلك لعدة أسباب أول سبب هذا ما تم إنشاء الشركة من أجله فنريد أن نحافظ على هذا الهدف اثنين الإنتاج له مخاطر كثيرة ونحن شركة قطاع خاص يهمنا حقوق المساهمين ويهمنا أن ما ندخل في مغامرات غير مدروسة فقلنا الأفضل أن يكون أن لا نكون طرفا في نزاع ما بين المنتجين أو في السوق طبعا انا اتكلم سواء عن طريق السوق المصري مثلا لانه هو المين الكويت تونا بدينا فيه الان وهو عن طريق الدعم ان ندعم الاخوه السينمائيين لكن كانتاج لا نفكر حاليا ان ندخل مع ان جدنا فكره اكثر من مره ان ندخلها ونسويها لكن كل مره كان صادفنا بعض الظروف اللي تخلينا شوي يعني نتراجع عن قرارنا بان ننتج كثير من المرات حصل معنا بظروف معينة أن احنا ندخل في الإنتاج فقط لدعم منتج معين لظرف معين احنا محتاجين مثلا فيلم ممكن تساهمون في الإنتاج من خلال الدعم اللوجستي مو شرط الدعم الكامل الدعم اللوجستي احنا دائما ما عندنا أي مشكلة فيه مثل شنو؟ يعني إذا في ناس تأخذ مثلا مواقعنا تأخذ معدات عندنا معينة تصور فيها في سياقهم الدرامي يحتاجون معدات سينما أو كراسي سينما أو قاعة سينما حتى احنا ما نواجه أي مشكلة في هذا الموضوع بالعكس حتى مرات كثيرة بدون مقابل إذا شفنا الموضوع جد وموضوع يستاهل أنه يدعم يعني لكن الإنتاج عملية خطيرة عملية مو بس خطيرة عملية فيها ريسك عالي نخشى أن احنا نغير جلدنا ونروح فيها الآن وإحنا مش محتاجينها فالأفضل أن احنا نأخذ المنتج مثل ما يقولون مقشر وخالص إيكم المنتج مقشر وخالص بس شكل من أشكال الدعم أو المساهمة في إنتاج الفيلم سواء يعني خلنا نتكلم عن الفيلم المحلي أو الفيلم الكويتي قد يكون من خلال التسويق له بشكل أكبر من خلال فتح أكبر عدد من الصالات حق الفيلم الكويتي هذا من غير ما نذكرها ولا يا على بالي حتى نذكرها لأن هذا نعتبره على العادي مالنا حطي أي فيلم الكويتي احنا ما ساهمنا في دعايته واعلانه كل الافلام الكويتيه احنا اليوم عندنا مثلا لا تستغرب اذا قلت لك مثلا حسابنا في الانستغرام هو اعلى حساب في العالم ولا اقول شغله وسط في العالم لشركه عرض سينمائي بالفولورز عندنا اكثر من تقريبا من نص مليون اليوم قاعد اتكلم عن اكثر من 75% من الفولورز هذول هم في دوله الكويت
اليوم احط اعلان انا عندي الواحد في اعلانات نبيعها، احنا لما احط اعلانات عن افلام اعلانات الانستغرام اللي تباع اي لا بس ما نبيع حق اصحاب السينمات او اصحاب الافلام الكويتيين وغيرها اي بعض الميجر ستوديوز يدفعون فلوس عشان نحط له فيلم او اعلان فيلم بالاول، في امور تحصل لكن هذه مساهمات الانتباه العاديه، فتح الشاشات وغيرها يعتمد على عمليه حسابيه معقده، لازم نوع الفيلم شنو هو، مده الفيلم ايش كثر، وين التارجت مالي، بعدين احط الفيلم هذا بعد ما برمجه اقول وين يناسب وشنو ما يناسب كم عرض كم عرض وغيره. جزء من البزنس يتعلق بخدمه المجتمع، فلماذا لا يوظف هذا الجزء في خدمه تسويق الافلام الكويتيه اللي هو ايش تحديدا؟ شنو اللي هو اللي المفروض نعرفه؟ يعني من الريع مثلا من قال هالكلام؟ لا ما يصير بالعكس من الاجحاف اللي يقال هذا الكلام، اول شيء احنا يعني نحاول قدر الامكان لا نتحدث عن ما نعمل للمجتمع، والمجتمع مو شرط كل شيء سينما، احنا على فكره نطرح افكار ونسمع الرد من عندك طبعا قد لا تكون اتهامات لا 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 مو اتهام لا انا اعرف انك تحاول تستفزني عشان تطلع افضل ما عندي لكن لا والله بالعكس انا قاعد احاول امشي في صندوقك حتى نستمتع مع بعض ونشوف شنو في اللهم لك الحمد. مثل ما قلت لك احنا يعني كثير متسقين مع مبادئنا وكثير متسقين مع انفسنا ونشوف اللي نحاول نطور من نفسنا دائما خصوصا ما يخص البي باك أو خدمة المجتمع أو غيرها، لكن نحن لا نتحدث في كل شيء نسوي المجتمع لأن هذا واجب قبل أو حق وواجب قبل أن يكون أداة للتسويق لنا طيب. كشركة سينما هذه ثلاث ملاحظات إن اتبعها صناع السينما سينجحوا. نبتدي بواحد، القصة، اثنين الكاست ثلاثة الكواليتي التصوير أو الإخراج، هذول عندي الأضلاع الثلاثة. طيب شنو علاقتك بالسياسة اليوم؟ متابع لكن حالي حال أي مواطن عادي، ما عندي أي يعني رأي. خلنا نشوف نعم. الصورة اللي محضرينها لك. سيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، شاهد مجموعة فيه مرزوق أبو علي ولد عمي ومصدر فخر بالنسبة لي، وأبو علي أعتقد أنه كثير ظلم. كيف تقيم أداء كرئيس لمجلس الأمة من وجهة نظر سياسي سابق أو دبلوماسي سابق؟ قد لا يصدقني الكثير لكن أنا أراعي الله في صندوق الاقتراع، ويشهد الله أن إذا اخترت لم أختار لأنه ولد عمي أو أنه قريبي لكن لقناعتي فيه. أبو علي أثبت أنه رئيس متمكن، استطاع بإدارته ويعني حكمته في أن كثير أنه يسحب الفتيل من أزمات كثيرة ممكن تحصل. أنا قلت لك من شوية قلت لك للأسف أنه ظلم لأن الناس أخذت على أنها تأخذ على أهوائها وليس على يعني دليل في رأيهم في مثلا أبو علي، لكن أبو علي أنا أعرفه شخصيا وعلى المستوى الشخصي وعلى المستوى متابعتي لك رئيس مجلس الأمة، أبو علي صاحب مبدأ صاحب دين لا تأخذ في الحق لومة لائم، وهذه من أهم يعني صفاته اللي أنا أعتز فيها، والله يعلم الله يعلم أن لو لم يكن ولد عمي لا كان هذا رأيي فيه. اتقي شر الحليم إذا غضب. نعم. ما في شك أنا أحسب لها حساب، هذه أحسب لها حساب، حتى بعض الشخص بعض الناس اللي حوالي في حياتي أحسب لهم حساب، أحاول أن ما أصل لهالنقطة معهم. أنا بالنسبة لي أنا ما أتمنى أن أكون حليم لكن أنا أعرف نفسي أنا سريع الغضب لكن أيضا سريع الرضا بنفس الوقت، ما عندي قلب أسود لكن أعرف نفسي من النوع اللي بسرعة نرفز أو بسرعة أتعصب، كنت أتمنى أن أكون صاحب هذه أن يخصني هذه الحكمة. طيب أبو فهد، الباحث عنك في وسائل التواصل الاجتماعي في جوجل راح يشوف شكلك مختلف في الصور اليوم، أنت مطلق اللحية تدين ولا شياكة ولا أتمنى هذا شرف لا أدعي، لكن اللي صار أن أنا من الصعب أني أحلق بشكل يومي بحكم حساسية ذقني يعني وهذا، لكن أنا عادة في الشتاء أربيها بيكون في مهرجان برلين ولا يكون في برلين برد جدا في شهر اثنين وكذا، فالحلاقة ما في مجال منها، فخلي أربي الحين ذاك الفترة إلى أن يعني فترة تدمع السن ومع كذا
فما ادري كذي استحليت نفسي فيها. حسابك الشخصي بالانستغرام لا يمل من المتعة والضحك وغيرها، هل هذا وجه آخر لك؟ أبدا، هذا وجه حقيقي. أنا بالانستغرام بالنسبة لي هو تنفيس، وأقول دائما أن هذا الانستغرام هو ليس لمعرفة تفاصيل حياتي، هو فقط تنفيس، أن أغير جو فيه، أستانس من أحب الانستغرام. أنا أدكتب تو انستغرام، بس أحب أن يكون فيه جو كوميدي بعيد عن السياسة قدر الإمكان، بعيد عن السياسة أحاول، إلا فيما يخص الكويت وقيادته، لأن أنا بالنسبة لي أن مثل واحد من الأخوان كان كاتبها، وما أبي أنسبها لنفسي، أنسبها له الله يذكره بالخير، يعني الحين مع عجلة اللي جابه نسيت اسمه، بس كان عنده عبارة رائعة كنت أتمنى أن أنا قايلها، وكان يقول وطني دائما على حق. فأنا أقول دائما على حق، لكن الانستغرام تنفيس بالنسبة لي. زميلنا المشرف العام على البرنامج الأستاذ أحمد الأميري متابع جيد جدا لبوستاتك في الانستغرام، ما يحط لي لايكات. ليش ما طف الليت؟ طف الليت، هذه طف الليتات، هذا الترند اليومي. شنو سالفة طف الليت؟ بديتها بشكل غير مقصود، إن كل ما بأنام أحط البوست يخص الإضاءة أو يخص النوم بشكل عام، أو دعاء نوم أو أي شيء، بس بقول طفوا الليتات بالنام، الناس تقرأها طفوا الليتات بنام، لكن هي بالنام كجمع، طفوا الليتات بالنام، تصبحوا على خير. أنا بكذي أكون وصلت معك إلى الكلمات الثلاثة الأخيرة اللي نختم فيها كل صندوق، وراح أرجع أسألك في صندوق باقي العمر عن الحب. صار بالنسبة لك الحب الحين؟ الحين العشرة، الحب هو العشرة اليوم. اسمعها من دائما طالما انت مقتبل العمر، يسمعها ايضا الشباب اليوم. الحب فزة القلب واللوعة والشوق وال راح يجيك فترة ان هذا كله يروح ويجي شيء اجمل، تعتقد ان لا انا احب اعيش حياة الحب، صح، بس بيك شيء اجمل، والاجمل هو العشرة اللي ما تشوف اللي قدامك انك انت مو بس تحبه، انت لا ما تطيق انت تنفس بغيره. طيب السينما، الحبيب المتعب. صار متعب الحين. هو متعب، ليش متعب؟ تعرف ليش متعب؟ ليش؟ مو متعب لأنه في جهد وكذا، متعب لأن فروع كثيرة وأفكار عديدة، وتحتاج عمر فوق العمر عشان تدخل في كل فرع، ويعني أنا عندي طموحات، كل يوم شيء جديد، شيء ممتع لكن متعب. طيب الإدارة، الإدارة فن، وقد تبدأ من بداية حياتك إلى نهاية عملك أو حياتك العملية تتقاعد وأنت لم تجد الإدارة. طيب أنا بكذي انتهت أسئلتي، بقى عندنا شيء واحد أخير بنختم فيه ومن خلاله هذا صندوق، وهو مرتبط في فقرة اسمها سرك في صندوق. أنا كاتب لك في هذا الكرت كلام، المطلوب منك تقرأ هذا الكلام أنت بروحك، وتأكد هذا الكلام ما راح تقدر تصوره الكاميرات وما حد راح يقدر يشوفه إلا في حالة واحدة، إنك عطيتني الكرت وطلبت مني أقرأ على الملأ والعلن، وبالتالي تكون وافقت على إما الإجابة على السؤال أو تنفيذ الطلب اللي موجود فيه أو تفنيد المعلومة اللي موجودة داخل هذا الكرت. في حال الرفض كل المطلوب إنك تأخذ الكرت تحطه داخل الصندوق بدون أي تعليق رجاء. أقدر أحط على طول من غير ما أقرأ؟ من الحين من أولها؟ لا تخاف علي، لا تخاف علي، أجابه إن شاء الله. كم بالمئة متوقع إنك راح تجاوب؟ يلا عشان نسوي شوي سسبنس أنا أتوقع 99%. واو. عشان إذا ما جاوبت صغيرة. أوكي تفضل. أرجع وأذكرك بأن أنت عندك مطلق الحرية في الإجابة، في حال موافقتك على الإجابة تعطيني الكرت حتى أقرأ السؤال. موافق؟ موافق. رمضان كريم والله أكرم. دائماً إيراد السينما العالمية معروف ومتاح للجميع، بينما السينما العربية نادراً ما نعرف إيرادات الأفلام وخصوصاً في الكويت. الجمهور يسأل ونحن نجيب، وانت تأكد أو تنفي. أعلى خمس أفلام إيراداً السينما الكويتية هي كالتالي: 1. معتوق في بانكوك للمخرج مازن الجبلي، هالو كايرو للمخرج أيمن مكرم، هامة للمخرج خالد الرفاعي، 4. سرب الحمام للمخرج رمضان خسرو،
5 تورا بورا للمخرج وليد العوضي. احنا ايضا نتيح لك فرصة الاتصال بالشركة للتأكد في حال عدم توفر المعلومة عند حضرتك. انا طبعا صحيح المعلومة هذه، نقدر نتأكد من هذه المعلومة؟ نقدر نتصل على الشركة؟ نعم. نقدر نتصل عليها؟ تفضل ارجوك. نتكلم عادي ولا ايه؟ ابو احمد يعطيك العافيه. تقريبا نفس الشيء. اذا شباب كول الخامس وتورا بورا السادس تقريبا. يعني احنا نقول ان معتوق في بانكوك الاول، هالو كايرو الثاني. لا هالو كايرو اكثر. هالو كايرو الاول. اول فيلم معتوق في بانكوك توب 2 للمخرج مازن الجبلي، توب 3 فيلم هامة للمخرج خالد الرفاعي، توب 4 فيلم سر بالحمام للمخرج رمضان خسرو، توب 5 فيلم شباب كول للمخرج محمد دحام الشمري، توب 6 فيلم تورا بورا للمخرج وليد العوضي. صحيح. أنا أتمنى أن هذه المعلومات أن يتم نشرها للجمهور حتى يعرف الجمهور، يعني يا ريت حتى على حسابكم في السوشيال ميديا. إن شاء الله إن شاء الله فكرة ممتازة طبعاً راح نتبناها، وإن شاء الله هتشوفها بعد العيد. أنا كنت سعيد جداً أولاً لأنك سمحت لي نفتح صناديقك ونحوس فيها ونستمتع. الساحل مبارك، أنا أسعد. الشيء الثاني أنك سمحت أن إحنا نكشف السر اللي في الصندوق، وهذا سبق إعلامي. واحنا نشكرك عليه جزيل الشكر. اكيد في قلبك كلمات اخيره تبي تقولها لكل من يتابعنا اليوم من خلال صناديق العمر. يعني انا سعيد جدا وشي ان اكون معك مع فريق العمل كلهم زملائي واصدقائي، لكن كنت متوقع شيء اخر، لقيت شيء افضل حقيقه. توقعت شيء جيد لكن توقعت شيء اخر، لكن هذا شيء افضل. فكره البرنامج جديده واتخيلها مع شخص غيري، يعني شخص من السليبرتيز اللي ما شاء الله قابلتهم، راح اكون متشوق جدا اني اشوف البرنامج. بقول انت سليبرتي كونك واحد من صناع السينما. كبير عليك كل هذه بس يعني. وعند كل صناع السينما. الله يجزاك خير. بس وكل الضيوف اللي كانوا مكانك مثلك وشرواك كلهم مميزين. الله يجزاك خير. شرواك الطيب ان شاء الله. تشابههم في التميز. الله يسلمك. انا بس انه يعني اتمنى انه دائما انه يكون شركه السينما الكويت الوطنيه اللي امثلها اليوم بوجودي هنا ان تكون دائما عند حسن ظن عملائها ومتابعينها. على كل حال ابي اشكرك جزيل الشكر على وجودك معي اليوم. بقول صندوق جديد وعمر جديد في حلقه الغد. مع السلامه. مع السلامه.